تفضل. الوقفة الوطنية اللي كتنظمها اليوم النقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل هي تأتي في سياق مجموعة من الوقفات الوطنية اللي تنظمات بإفران واللي كان فيها تدخل العنيف ديال رجال الأمن وأيضا في مدينة فاس، واليوم الوقفة الثالثة بمدينة مراكش احتجاجا على إقصاء هيئة كتابة الضبط من الهيئة العليا لإصلاح منظومة العدالة. من طبيعة الحال نحن لم نلجأ كعادتنا إلى الاحتجاج موازاة مع هاته الندوات إلا بعد أن نفد صبرنا، بعد أن وجهنا رسائل عدة للسيد وزير العدل، بعد أن صرخنا داخل المحاكم لمدة ساعة، وبعد أن وجهنا أيضا رسالة مفتوحة لجميع أعضاء الهيئة العليا. من طبيعة الحال هذا الإقصاء غير منطقي، غير مبرر، غير مشروع، لأنه منطقيا كيف سنطالب غدا 15,000 موظف تقوم بحوالي 80% من العملية القضائية بتنفيذ مضامين هذا الإصلاح دون أن تشارك في تشخيص الوضع ودون أن تشارك في التوصل إلى النتائج وفي صياغة الخلاصات التركيبية التي ستنتجها وستسهر عليها الهيئة العليا. يعني في ظل هذه الأوضاع يعني وجه الوزير يعني يقوم بحوار وطني حول العدالة، يعني موقفكم وتعليقكم حول هذا الحوار الوطني؟ احنا وجهنا اولا عدة ملاحظات للسيد وزير العدل وقلنا على انه للأسف اليوم اخطر شيء يهدد الإصلاح بشكل عام هو غياب التراكمات، غياب التراكمات، لانه اعتقد على انه هناك خطابات صاحب الجلالة، هناك وزراء تعاقبوا وبدأوا مشروع الإصلاح، هناك العديد من المشاريع وجهت إلى الأمانة العامة للحكومة دون أن نكلف أنفسنا اليوم عناء التساؤل حول مصير هذا العمل برمته، وبدأنا النقاش في مشروع الإصلاح من جديد. والتخوف هو أن يأتي وزير غدا ونبدأ تصورا جديدا ومشروعا آخر، فبالتالي غياب التراكم وعدم الاشتغال على التراكم هو أخطر ما يهدد ليس الإصلاح في قطاع العدل ولكن الإصلاح برمته في بلدنا. فبالتالي اليوم ما يتعلق بكتابة الضبط سنستمر في احتجاجنا موازاة مع الندوات إلى حين أن تكون لدينا كل الضمانات على أن يكون تصورنا الذي أنجزناه اليوم وأصبح جاهزاً حاضرا في الخلاصات التركيبيه للهيئه العليا لاصلاح منظومه العداله. في حاله عدم يعني المطالب ديالكم تنفذات بطبيعه الحال في عدم الاستجابه لمطالبنا سنضطر للاسف لابغاض الحلال الا وهو استمرار في المعارك وفي النضالات والتي للاسف يظل المواطن المغربي هو يعني الذي يعاني من جراء هذه الاضرابات نتيجه غياب التواصل، نتيجة غياب جلسات تفاوض، نتيجة غياب التزامات كبرى اليوم داخل قطاع العدل. شكرا.